خلال الأشهر الثلاثة الماضية لم تتوقف هواوي عن التواصل مع المستخدمين. اتجه سريعاً نحو هواوي مول. إنه متجر على الإنترنت يتيح للزبناء والمستخدمين إمكانية شراء منتجاتنا عبر الإنترنت، والتوصيل يكون مجانياً. السوق المغربي سوق جد مهم بالنسبة لهواوي، ونحن نشتغل على توفير منتجات أكثر، بما في ذلك الهواتف الذكية وأنظمة الطاقة والساعات. أطلقنا هذه الساعة حديثاً في المغرب، وقريباً جداً نعتزم إطلاق آخر تصاميم ساعات هواوي. لنجعل المغاربة قادرين على استعمال منتجات هواوي في ممارسة تمارينهم الرياضية والحفاظ على صحتهم، خصوصاً خلال هذه الفترة التي يكتسي فيها الاهتمام بالصحة أهمية. بالنسبة لهواوي، فقد أطلقت 3 تصاميم عصرية. هذه الهواتف بالنسبة للزبناء هي تجربة جديدة، يمكن من خلالها تحميل التطبيقات انطلاقاً من هواوي أب جاليري. أطلقناها شهر مارس، والآن نرى أن الزبناء المغاربة قد تأقلموا مع هذا التغيير.